نحن هنا على شاطئ درنا، المدينة الساحلية الجذابة التي كان يقصدها الكثير من السياح قبل الإعصار. لكن إذا نظرنا في الصورة من هذه الجهة نشاهد حجم الدمار هنا على الشاطئ، ولكن إذا أخذنا الصورة من الجهة الأخرى سوف نشاهد كيف أصبح هذا الشاطئ عبارة عن دمار. الحياة توقفت هنا، يعني الجميع يعمل على قدم وساق على تنظيف وتجهيز هذه المدينة على الأقل جزئيا. هذه المياه التي نشاهد هنا هي مياه آبار متلوثة أو ملوثة، تقوم قوات التنظيف والإنقاذ بإفراغ الآبار من مياهها حتى يتم إعادة ترميم تلك الآبار لكي تكون المياه غير ملوثة وصالحة للشرب مرة أخرى، طبعا إذا تم تنظيف هذه المدينة بشكل كامل. طبعا الأولوية الآن إلى نشل الجثث، وإذا كان هناك مفقودين سوف يتم بمساعدة كلاب الأثر، بمساعدة القوات الأمنية والإنقاذ وسلطات المختصة بالكوارث الطبيعية بالعمل على هذا. ولكن إذا أخذنا الصورة من هذه الجهة سوف نشاهد هناك تعاون بين الجيش وقوات الأمن وقوات البيئة وقوات الإنقاذ، جميعا يعملون يدا بيد على إعادة ربما يوما من الأيام هذا الشاطئ، شاطئ جميل كما كان قبل الإعصار، من مدينة درنا أو من ساحل مدينة درنا. قناتي العربية والحدث، بيت بزاري، ليبيا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.